استقبل وزير الخارجيه سامح شكري وفدا من الكونغرس الامريكي برئاسه رئيس مجلس النواب الامريكي كيفن ماكارثي وتم عقد جلسه ثنائيه مغلقه اعقبها مباحثات موسعه بمشاركه وفدي البلدين واشار شكري الى الجهود التي تقوم بها مصر من اجل تعزيز الامن والسلام والرخاء في المنطقه. من خلال انخراطها في دعم عمليه السلام في الشرق الاوسط والتعامل مع الازمات الاقليميه ودعم الاطر الاقتصاديه التي تعزز التكامل الاقليمي مثل انشاء منتدى غاز الشرق المتوسط. من جانب ما جاءت مداخلات اعضاء وفد الكونغرس الامريكي لتؤكد على مغزى تضمين مصر في اول زياره لرئيس مجلس النواب للشرق الاوسط وما يعكسه من خصوصيه للعلاقه بين البلدين.